السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة، نستهلها بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبية يؤكد على تلبية احتياجات المواطنين وترسيخ نهج التواصل المستمر معهم. وزارة الصحة تؤكد على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعودة للمعدلات الآمنة. وإعادة فتح الجوامع والمساجد في مملكة البحرين مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال المجلس الافتراضي عن بعد بمجموعة من المواطنين والأهالي بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء رحب سمو المحافظ بالحضور، مشيرا إلى التمسك بالنهج الراسخ في التواصل المستمر مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم التنموية. كما أشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى أن المحافظة تواصل جهودها عبر تبني سلسلة من المبادرات والبرامج التي تعكس الشراكة المجتمعية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة الأهالي والمقيمين في المحافظة الجنوبية. كما نوه سموه على إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيم والالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات اللازمة في هذا الجانب، وذلك سعيا إلى تعزيز السلامة والوقاية في نطاق المحافظة الجنوبية. أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن الوزارة تفخر بأبناء الوطن من المتطوعين وخصوصا العاملين في الصفوف الأمامية الذين سطروا أروع أمثلة العطاء لخدمة الوطن والمواطن في فترة جائحة فيروس كورونا، مبينا إعطائهم الأولوية للتوظيف وفق الشواغر الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم في القطاع الصحي. وأشار المانع أن الوزارة تقوم حاليا باستكمال إجراءات التوظيف حسب أنظمة وقوانين الخدمة المدنية للعديد منهم وفق الشواغر المتاحة. كما نوه وكيل وزارة الصحة بأن العاملين الأجانب الذي تم الاستعانة بهم خلال فترة الجائحة يعملون بعقود مؤقتة وبأعداد محدودة لتوفير الطاقة الاستيعابية الاستثنائية من حيث المراكز الخاصة بجهود التصدي لفيروس كورونا. هذا وأكد الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكد على أهمية التقيد التام والكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيؤدي إلى العودة إلى المعدلات الآمنة بشكل أسرع، وأن التهاون في تنفيذ الإجراءات وعدم اتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن لن يسهم في تقليل أعداد الحالات القائمة، بل سيؤدي ذلك إلى ارتفاعها. وحث الدكتور نبيل العشيري كافة أفراد الفئات المجتمع البحريني إلى التعاون في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات العائلية الكبيرة في كل الأوقات والأماكن، لما يشكله ذلك من خطورة في نقل فيروس كورونا المتحور وانتشاره، خاصة وأن أكثر الأسباب المؤدية إلى زيادة وسرعة انتشار هذا الفيروس هو بسبب تلك التجمعات الأسرية. وللحديث حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة حبيل استشارية طب العائلة ورئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة. مساء الخير دكتورة، بداية ما أهمية التقيد التام والكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خصوصا وأننا حاليا نشهد ازدياد ملحوظ بنسب الإصابة بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين؟ الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية ضروري جدا خلال هذه الفترة اللي وهي فترة انتشار فيروس كورونا، وبالخصوص انتشار الفيروس المتحور اللي أثبت أنه سريع الانتشار.
ولذلك من الضروري جدا متابعة الالتزام التام بجميع الإجراءات. وأذكر المشاهدين بالإجراءات الاحترازية، وهي الغسل الدوري لليدين أو التعقيم الدوري لليدين سواء بالماء والصابون أو بالكحول، لبس الكمامات بالطريقة الصحيحة، التعقيم الدوري للأصفح، تفادي التجمعات واقتصار الاختلاط مع أفراد الأسرة الواحدة فقط، المبادرة لأخذ التطعيم، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في كل الأوقات. نعم. طيب دكتورة، ما أهمية إفصاح الحالات القائمة عن كافة مخالطيهم واتباع الإجراءات الوقائية خلال فترة العزل؟ طبعا بالنسبة للحالات القائمة من الضروري أنهم يعطون تفاصيل المخالطة كاملة، وذلك علشان يتمكن فريق تتبع المخالطين أن يوصل لجميع المخالطين ويعملون الإجراءات اللازمة والفحوصات اللازمة لهم، لأن ممكن يكون جزء من المخالطين هم أصلا مصابين ولكن لم تظهر عليهم الأعراض، فإذا الشخص ما أبلغ عنهم وما توصلنا لهم ما راح نقدر نكشف عنهم، وممكن يكونون أرضى لنشر الفيروس في بين أفراد المجتمع. نعم. وطبعا هذه مسؤولية مجتمعية على كل أفراد المجتمع للحد من انتشار المرض. نعم دكتورة فاطمة حبيل، استشارية طب العائلة ورئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة، شكرا لك. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. 1950 طالبا بالتعليم الفني الثانوي يستفيدون من برنامج آفاق التوعوية. بدأت مساجد مملكة البحرين اليوم باستقبال المصلين لأداء صلوات الفجر والظهر والعصر فقط، وذلك اعتبارا من صلاة الفجر اليوم الخميس 4 من شهر مارس 2021، مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات المختصة بإشراف القائمين والمتطوعين على الجوامع والمساجد. هذا وصرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه استنادا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر فتح الجوامع والمساجد كما كانت عليه قبل الإغلاق الأخير. وفي ذات السياق، أصدرت إدارتا الأوقاف السنية والجعفرية تعميمين بشأن عدم فتح المساجد والجوامع ظهر غد الجمعة. وقالت إدارة الأوقاف السنية بأن شعائر صلاة يوم الجمعة ستقام في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي فقط، كما ودعت الأوقاف الجعفرية إلى الالتزام بعدم فتح الجوامع والمساجد ظهر الجمعة فقط خلال الفترة الراهنة. ويأتي ذلك في ضوء قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية باستئناف فتح المساجد لصلوات الفجر والظهر والعصر على أن يستثنى من ذلك صلاة يوم الجمعة. أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات اهتمام الحكومة الكبير بالخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك وفق أحدث الاشتراطات والمعايير الدولية. وأشادت الوزارة بالجهود الحكومية الملحوظة لمراجعة الاشتراطات التنظيمية لطرق التعمير الخاصة بالبناء والترميم، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان لنشر الوعي المجتمعي حول ضرورة التقيد والالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء عمليات البناء والهدم. وأوضحت الوزارة أنه قد تمت الموافقة مؤخرا على تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية والتعميرية لمشاريع الوحدات الإسكانية، حيث وافقت اللجنة المكونة من الوزارتين على ما يقارب 30 مادة متعلقة بالبناء، وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب العقارات المخالفة لتصحيح الأوضاع وفق الاشتراطات الجديدة.
نشنت إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم برنامج آفاق في نسخته السادسة للعام الدراسي الجاري، والذي يشتمل على 8 محاضرات توعوية افتراضية مستهدفا بشكل خاص طلبة المستوى الثالث بجميع مدارس التعليم الفني والمهني الثانوية. وشارك في برنامج هذا العام نخبة من مؤسسات سوق العمل الحكومية والخاصة من خلال البث المباشر عبر الصفوف المركزية، وذلك تماشيا مع استمرار توفير الخدمات والدعم المقدم للطلبة على كافة الأصعدة التعليمية والإرشادية والمهنية بما يراعي الاحترازات الصحية. هذا يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات سوق العمل، كما يهدف إلى نقل آخر المستجدات في سوق العمل للطلبة المتوقع تخرجهم من التعليم الفني والمهني. وللطقس محافظات مملكة البحرين، نهاية أخبار التاسعة. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.